أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن إجمالي عدد الوفيات التي نتجت عن حريق في بيت عربي في منطقة الفروانية بلغت 9 حالات، 3 منها توفيت في مستشفى الفروانية، و6 جثث وجدت في موقع الحريق من بينهم أطفال. وأضاف البيان أن هناك إصابة جسيمة وقعت في صفوف رجال الإطفاء أثناء تعامله مع الحادث، أودع على أثرها للعلاج في المستشفى. وللوقوف على تفاصيل الحادث ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء خالد المكراد، نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية والإطفاء. لواء خالد، أنت معنا. أهلا وسهلا، حياك الله سامي. لواء خالد تفضل. معاك الله يسلمك. لواء خالد، هل تطلعنا على تفاصيل هذا الحادث كيف نتج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف حدث هذا العدد الكبير من الوفيات في حادث حريق، يعتبر حادث حريق يعني ما هو بذاك الحجم الكبير، لكن للأسف بسبب المخالفات الجسيمة جدا اللي موجودة في هذا المنزل العربي، وإقلاق منافذ الدخان ومخارج الهروب، وتسقيف السطح بالكامل بمادة الكيربي وتحويله إلى سكن، ومن ثم انهيار هذا السقف الكيربي اللي بالدور الأول على الدور الأرضي، أدى أمانة إلى هذا العدد الكبير من الوفيات اللي موجودين في هذا المنزل، واللي كان عددهم 16 شخص. استطاعت فرق الأطفاء أن تطلع 10 أشخاص رغم الظروف الصعبة بوجود الانهيار، ولكن 3 منهم توفوا في المستشفى. ومثل ما قلت لك، سبب المخالفات الكبيرة اللي في هذا المنزل وانهيار السقف الكيربي، إضافة إلى وجود بعض المخازن قطع القيار اللي موجودة في السكن واللي المفروض تكون موجودة، أدى إلى هذا العدد الكبير من الوفيات وللأسف. لواء خالد، يعني كما نعلم وكما نشاهد في الصور أن هناك العديد من التجاوزات في الأبنية، لكن ما هي الحلول أمامكم كإدارة عامة للإطفاء؟ للأسف الإدارة العامة للإطفاء دائما تنبه بضرورة التقيد بالاشتراطات الوقائية من الحريق، وبالحوادث هذه بالذات ننبه زيادة على الالتزام في رخص البناء اللي صدرت من الجهات الرسمية. يجب أن تتقيد برخصة البناء اللي موجودة، يعني ما هو مفروض منزل عربي من دور أرضي يوجد في سطح، السطح هذا يعتبر أمان في حال حدوث أي حريق، لكن أن السطح هذا يتسكر بالكامل بالكيربي ويكون في أعداد كبيرة من السكان، وكذلك المنطقة بأعداد كبيرة من السكان، ويوجد كذلك مخازن في هذا السكن الخاص، هذا أمانة أنا أحمل ملاك هذه العقارات المسؤولية بالدرجة الأولى، وأحمل قاطنين هذه المنازل مسؤولية ضمان سلامة عوائلهم، لأنهم هم في الأخير مسؤولين عن ضمان سلامة عوائلهم، فما هم مفترض أنهم يسكنون في أماكن شديدة الخطورة بهذا الوضع. نعم، نائب مدير. الإطفاء وصلت في غضون 3 دقائق إلى موقع الحادث، لكن بسبب الانهيار وبسبب التجاوزات الكبيرة حصل هذا العدد الكبير للأسف. لواء خالد المكراد، نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالإطفاء، شكرا جزيلا لك.